احنا جينا لوجدة باش نديرو واحد الحفل كيتسمى بالعبرية ديالنا هلولة. هلولة شنو غادي يدير؟ هيلولة. هيلولة في وجدة. الاخوان قضية اللي وقع في طنجة، هذوك الناس اللي جاتهم استدعاء من المحكمة وقالوا لهم بلي ان الارض راه ماشي ديالكم، راه بان مولاها، خرجوا داروا وقفة احتجاجية امام المحكمة. هذا الموضوع الاخوان بزاف ديال الناس تكلموا فيه. اسرائيل بغاو يديروا مستوطنات في المغرب، اثار التطبيع بدات تتبان، واش تما المغاربه؟ اللي خصك تحدا في المحكمه، قلتوا علاش؟ قال لي راه الارض ذهب، قلت لهم الارض ثاني ومع ذهب. فين كان هذه 40 سنه 50 سنه يا 40 سنه؟ فين كان؟ غير عاد بالضبط في حي بن كيران حومه الشوك في طنجه، اتوصل استدعاءات للناس بالاخلاء، ترى الناس تصدموا، 50 عام وما عايشين تما، بعائلاتهم بديورهم، ما ناقصهم حتى خير. عاد تاجا واحد الاسرائيلي قال لهم هذيك ارضي وجمعوا شطايطكم ما تباتوش هنا. ناري اسرائيل ناويه تحتل بلادنا كما احتلت فلسطين. هما كيقولوا ان المغرب ارض جدودنا، وكيقول ان يهود المغاربه من قديم الزمان هما كاينين في المغرب. وشدوا الجيران الجزائر، الناس ديال الجزائر هذوك اللي حاقدين على المغرب، لقاو الفرصه، لقاو علاش يديروا لي فيديو، لانه القضيه ساقله عندهم. قال لك اجي نشدوا هذا الموضوع، بقاو كيتكلموا عليه لي لايفات لي فيديو، كل واحد شنو تيقول. مثلا بحال هذا السيد، هو قال لك رساله: ما يحدث في المغرب حاليا امر يخص كامل المسلمين، الامر ليس بهين، الامر خطير جدا خاوتي. حي بكامله 15 هكتار يضم حوالي أكثر من 2000 إنسان ساكن في الحي هذاك سوف يشردون، طلبوهم بالخروج من سكناتهم. هذا كامل بفعل يهودي دخل، فرد فقط يهودي دخل طالب بملكية تلك الأرض، يقول أنها ملكه منذ 50 سنة. والله وتالله لو كان يدي حقه الآن الآلاف من اليهود سوف يدخلون المغرب ويطالبون بحق. وكاينين حتى مغاربه خرجوا داروا لي فيديو، بزاف منهم غير سمعوا هذه القضيه هذه خرجوا داروا لي فيديو، هما اصلا ما عارفينش الحقيقه. هاد الناس هادو اللي جاتهم استدعاء هما ما عارفينش الحقيقه، هما قالوا بغاو يعرفوا الحقيقه شنو كاين، شكون هاد مول الارض وشكون وكيفاش. حنا كما سمعتهم قال لك بلي انه حنا ساكنين هنا 40 عام 60 عام 50 عام، كاين اللي قال لك انا عندي الملكيه، التيتر ديال الدار، انا بنيت داري. اذا القضيه الناس باغيين يعرفوا. المهم هادشي علاش غادي نسمعوا واحد المغربي تكلم في هاد القضية، حتى انا قلبت في بعض المواقع الناس تكلموا على هاد القضية، شفت. المهم غادي نسمعوا هاد السيد، تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا حتى نتوما الحقيقة ديال هادشي، لانه الجيران استغلوه باش يخلقوا الفتنة، وكذلك بعض المغاربة مساكن غالب الله ما عارفينش. اذا الانسان قبل ما دير فيديو ولا تكلم على شي قضية راه كتخلق الفتنة، راه انت جيتي تتهضر واسرائيل داخله المغرب، بداو كيما قالوا الجيران، قال لك بداو كيبنوا المستوطنات في طنجه، طنجه راه ديال اسرائيل. اصلا هما ما تيفرقوش بين القضيه ديال اليهود والصهاينه، بنادم حد الان ما عرفش الفرق بين اليهود والصهاينه، وزيد تتكلم. والجيران قال لك انه راه هكا بدات في فلسطين من بعد الدوله والارض ديالهم، راه دابا غادي يبداو يبنوا في المستوطنات في الشمال ولا في الجنوب. قضيه ديال صويره، انا ولد صويره، اغلبيه ديال اليهود كاينين في الصويره، راه كاين حتى واحد الوالي ديالهم تمايا، واحد الوالي. المهم ما عليناش. القضيه الاخوان كما قلت لكم راه كاينين شي ناس تيقلبوا غير على الفتنه، عابوش يخلقوا الفتنه بين الناس. دابا الناس تسمع هذه القضيه هذه صافي، احنا بدينا هذا الشيء اللي قلنا لكم، ها هما غادي يديو الارض. واش غير اجي ودي الارض؟ واش نتوما وغي اجي ودي الارض؟ هذه سيبه في البلاد. ولا نسمعوا هذا السيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاشت المملكة المغربية ملكا وشعبا، ولا عاش من خانها. إخوان الكرام، جيت باش نوضح واحد الأمر، لأن هذا الأمر دائما حنا نتصدى إلى الأكاذيب والملابسات والشبهات التي يلعب عليها الكبرانات والدباب الكبراني، دباب بن عكنون. أول حاجة هاد المعطيات اللي غنعطيكم من الملف ديال المحكمة فيما يخص حي بن كيران الموجود في طنجة، ديال أمر بالإفراغ والإخلاء لواحد السكينة ديال واحد الحي، وهذاك الحي تبين أن العقار أو أن الأرض عندها ملكية، وهذيك الملكية تابعة لواحد الشركة. أنا غنعطيكم اسم الشركة، غنعطيكم اسم الملف، ونعطيكم تبعيات ديال هاد القضية، باش دباب بن عكنون وحادي الخاليه فاقد للهويه لا سياده لا شرعيه يدخل سوق راسه شويه، لان هذه راه المملكه المغربيه الشريفه وعندها رجالها قادين يجاوبوا عليك.
غنعطيكم المعطيات. اول حاجه الميل في الموضوع في المحكمه قدروا تطلعوا عليه الاخوان كلكم كاع المغاربه قدروا تطلعوا عليه اللي هو تحت رقم G/8125. هذا الملف على واحد البقعه ارضيه ديال 14 هكتار اللي هو هاد الشركه هذه كانت حطات هذا الملف 2002 في المحكمه. وهذا الملف هذا ماشي جديد، قديم من 2002 وراه كل مره كيخرجوا كيديروا تظاهرات، ماشي هذه ماشي جديده. هاد الشركه اللي كتملك هاد البقعه ديال 14 هكتار سميتها شرف ايموبيلي، سميتها شرف ايموبيلي. وهاد الملاكين ديال هاد الشركه اللي كيملكوا هاد الشركه ماليها هي حسناء الارباعي ومحمد البختي، هما مالين هاد الشركه، هما اللي عندهم الملكيه ديال هاد الشركه، هما اللي عندهم الملكيه ديال هاد الارض. انا ما عمري شفت شي يهودي سميتو محمد ولا شي يهوديه سميتها حسناء، هادو اسماء عربيه وحادي الخاليه فاقد للهويه، لا سياده لا شرعيه. اجبد معايا اجبد معايا، لا عندك ما تجبد، اجبد معايا لا عندك ما تجبد. راه المملكه المغربيه عندها رجالها، انا مازال غادي نعطيك باش تعرف المملكه المغربيه الشريفه تحافظ على المكتسبات ديال المواطنين ديالها، ولو هي في القانون ديال المملكه المغربيه الارض كترجع لمولاها واخا 1000 سنه، لان حفظ الملكيه ماشي بحالك انت واخا تكون عندك الملكيه يجري على باباك وما عندكش الملكيه اصلا، لان ما عندكش التجزئه لا كارت توبوغرافيك دو ريبارتيسيون دي تير، ما عندكش الخريطه التوبوغرافيه لتجزئه الاراضي، وما عندكش حتى المكتب لتسجيل الملكيه وحفظ الملكيه او تحويل الملكيه، ما عندكش مسدود. حنا عندنا ما نحتفظوا على الملكيه ديال واحد قد 1000 عام. انت راجع وطردوك اليهود بغيتي تتلصق على المغرب. الور هنا ما كاين حتى شي علاقه، ماشي يهودي، محمد البختي مغربي مسلم، وحسناء العربي مغربيه ومسلمه، بغيتي او لا كرهتي. وشركه الشرف ايموبيلي تسجل في المغرب وشركه مغربيه، ماشي بحالك انت يا احادي الخاليه يا مول نبتون. شتي كيفاش شتي؟ مازال غنعطي لبابك اش قلبتي. هنا كتدخل الجماعه الحضاريه، كتدخل الجماعه الحضاريه ورئيس الجماعه الحضاريه اللي هو اللي تابع ليه الحي بن كيران، وكيدير جلسه مع الشركه وتيقول لها انا مستعد نعوضك بارض اخرى في مكان اخر، وهاد الناس غيبقاو تبع ما غيخرجوش واخا تحكم كاع المحكمه ما غيخرجوش. هاد المساله هادي الشركه ما بغاتش الارض تكون قريبه للمدينه، لان الارض ما كتكون قريبه منك تكون زايده الثمن، خارجه منك ما كتكون زايده الثمن. واخا عوضتها مؤخرا هاد الناس عاوتاني تحيا هاد الملف وتم الاستدعاء ديالهم للحضور للمحكمه. الناس خرجوا داروا وقفه احتجاجيه من حقهم، هذا المغرب حريات، عندنا الحريه، دوله ديمقراطيه تحافظ على الحريات وتحافظ على الحقوق والعداله، ماشي بحالك يا احادي الخاليه يا فاقد للهويه لا سياده لا شرعيه. انا نعطيك 35 مليار اورو اللي عطيتها انت لاسرائيل مباشره، نعطيك الممتلكات ديال اسرائيل في الجزائر، نعطيك كذلك ان اسرائيل رقم الملف اللي سلمته الامم المتحده لاسترجاع الممتلكات ديالها، اسرائيل وليس اليهود. وليدي اسمك يا ابو صباع، حتى انا معطيات عندي وعندي بالثوابت والادله، انت ما تقدرش تثبت. انا قال دابا شوف انا جاوبتك بالدليل والحجه والبرهان وشكون مول الملكيه ورقم الملف وقتاش تحط الملف والتبعيات ديالو وكل شيء، ونقول لك من دابا وقتاش يوقع فيه. الشركه غادي يقول لها شوفي بغيتي تاخذي ديك الارض سيري خذيها، ما بغيتيهاش تحط راسك مع الحيط، لان حفظ الحقوق ديال المواطن المغربي محفوظه بالدستور المغربي. اذا احادي الخاليه ما تدخلش معايا في هذه المعطيات، راني ندمرك اخوان. غنعطيكم رقم الملف وغنعطيكم الاسماء وغنعطيكم البلان وغنعطيكم كل شيء، مسائل واضحه. هذه المملكه المغربيه الشريفه، وانت ابو صباع سير ترتاح، سير تاكل تبن. والله العظيم ما فيك واحد عاقل يا ابو صباع الزرق، يا احادي الخاليه يا فاقد الهويه لا سياده لا شرعيه. عاشت المملكه المغربيه ملكا وشعبا ولا عاش من خانها. اذا الاخوان كما سمعتوا هذا السيد القضيه في شركه، القضيه ديال الشركه، وهذا الشيء ديجا كان في 2002 عاوتاني هذا الموضوع عاوتاني طاح عاوتاني. اذا القضيه مفهومه على ما اظن على حسب التصريح ديال هذا السيد. اذا الحاجه انت ما عرفتيش الحقيقه ديالها ما كاينش لاش تهضر فيها، ولا قلب جيب شي حاجه اللي غتفيد الناس ماشي تخلق الفتنه. انت سمعتي صافي شديتي الفيديو واسرائيل داخله هي بداو هذا تكبروا الموضوع وتعطيو الفرصه الخوانه والبراني حتى هو باش يتكلم علينا، ونفس الوقت نلومو بعض المسؤولين بحال هذه القضيه هذه. يخرج شي مسؤول يوضح للناس يقول لهم اشنو كاين الحقيقه، يهضر في الاعلام باش الناس الراي العام يفهم هذه القضيه هذه.
كما خرج واحد الرئيس ديال واحد الجماعه تما ديال جماعه رئيس مقاطعه مغوه خرج قال لهم ودي هذه القضيه القضيه ماشي كتهم غير الساكنه وانما تهمنا حنا والسلطات والساكنه ديال طنجه عامه. اذا حنا راه ريحنا وما داروا شي حوار مع الناس تمايا والقضيه دابا تاجلوها حتى نهار 8/11 وتما ديك الساعه تبان الحقيقه وشوفوا اشنو كاين. اذا بحال هكا خص المسؤولين يخرجوا مثلا شي مسؤول يخرج يوضح للناس اشنو كاين ما يخليوش الناس بدات تتكلم على والو ما الانسان ما عرف حتى حاجه وبدا تدير لي فيديو تيتكلم ويخلق الفتنه بين الناس. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو الاخوان غير للتوضيح فقط